في المغرب التقينا مع أحد حفاظ القرآن المتميزين، صاحب صوت جميل، اجتهد وصبر حتى نال شرف حفظ القرآن كاملا بسبب صحبة صالحة من حوله. هذه النماذج إذا رأيناها وقصتها مع كتاب الله سبحانه وتعالى نتشجع لحفظ القرآن، ونأتي ونتقرب إلى القرآن ونحفظه بعد أن هجرناه. والآن معانا نموذج من النماذج والأصوات الجميلة من قراء الدولة الحبيبة من المغرب العربي، الشيخ أحمد الخالدي. مرحبا بك يا شيخنا. مرحبا، كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله. الحمد لله، بارك الله فيك. شيخنا، الآن نود أن نعرف بدايتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا بحمد الله عز وجل علي أن وفقني لحفظ القرآن، ولا شك أن كانت له أسباب. من ضمن هذه الأسباب كان الحمد لله بعض الأئمة أصدقائي، وكانوا بعض الحاملين لكتاب الله أصدقائي، وشجعوني على حفظ القرآن، وكنت أحب القرآن وأنا صغير، وأنا أجوّد القرآن وأنا صغير. فبعد أن ذهب علي البصر، فقدت البصر نوعا ما، دخلت إلى المدرسة العلوية لعاد المكفوفين. نعم. في مدينة أسفين. كم كان عمرك في هذا الوقت شيخنا؟ 7 سنوات. نعم. فدرست فيها 5 سنين، تعلمت فيها طريقة برايل. فبعد ذلك طرحت على أبي أن أدخل إلى كتاب لحفظ القرآن الكريم. نعم. فبعد تردده شيئا ما استطعت أن أقنعه. كان غير مقتنع عن الوالد. أيوة نعم. يعني لأن كان ينظر إلى مستقبلي وإلى. نعم. فبعد ذلك استطعت أن أقنعه، فبحمد الله عز وجل كان يجلس معي ويفتي علي، يملي علي ثمن. نعم. من القرآن، فأكتبه بطريقة برايل، ثم أصححه عليه، ثم أبدأ بحفظه. نعم. اليوم تلو اليوم، ثم بعد ذلك قرأت على شيوخ. نعم. عدة. وأنا سمعت أنك كتبت القرآن كاملا بطريقة برايل، وهي طريقة برايل أخوان، مش هي طريقة الكتابة للمكفوفين. أي نعم، الحمد لله وفقني الله عز وجل. نعم ما شاء الله. فكتبته كله لك. الحمد لله. عندنا الغالب عند المكفوفين يحفظون بالسمع. نعم. لأن مش الكل، ليس الكل يستطيع أن. نعم. يدخل إلى هذه المدرسة بتاع طريقة برايل، لأن مش متوفرة في جميع المدن. نعم. وشاق أيضا، ليست وشاقة. نعم شاقة. نعم. جدا شاقة جدا، يعني. نعم. تكتب ثم تصحح، ثم يعني شيء ما صعوبة في صعوبة. ولكن من أجل القرآن ومعرفة ماذا وعدنا الله سبحانه وتعالى بعد هذه الرحلة الشاقة القرآنية، ماذا سيعطينا الرب عز وجل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ويرفع قدرك في القرآن في الدنيا وفي الآخرة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنه
سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري. إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري ودوائي ابتلائي. إنه نور لقبري ودوائي ابتلائي. إنه نور لقبري.